السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا مع سيشن جديد من برنامجنا برنامج الدراج انفورميشن. تكلمنا عن الميديكيشن مس ادفنشر، بجد موضوع مهم جدا. اتس ان امبورتنت لكل صيدلي ان هو يتعلمه ويعرف الفرق بين الميديكيشن ايرور والادفيرس دراج رياكشن. هنتوج كل اللي اتكلمنا فيه في الميديكيشن مس ادفنشر والادفيرس دراج رياكشن لحاجة مهمة جدا، مصطلح مهم جدا وبدأ يظهر في الآونة الأخيرة، هو اسمه الفارماكو فيجيلانس. معكم الدكتور رشا عبد السلام، سعيده بوجودي معاكم في الرحله الممتعه دي مع برنامج المعلومات الدوائيه اللي احنا فيه فعلا بنعمل تثبيت لدور الصيدلي واثره في المنظومه الصحيه. الاوبجكتيفز بتاعتنا النهارده، اول حاجه ديفاين الفارماكو فيجيلانس، يعني ايه الترمينولوجي بتاعنا اللي هو اسمه فارماكو فيجيلانس، وايه السيجنيفيكانس او الامبورتنس بتاعته. الحاجه الثانيه ديترماين ذا ناشونال اند انترناشونال فارماكو فيجيلانس اورجانيزيشن worldwide. الحاجة الثالثة discuss the important resources for pharmacovigilance that can help you into your clinical practice. هنبدأ مع بعض. احنا خدنا السايكل بتاعتنا، تعرفنا على انواع الادفيرس دراج رياكشن وفهمنا كل نوع منها وبيأثر على البيشنت ازاي. دلوقتي هنتعلم خطوة مهمة جدا مع الابديت بتاعتنا واحنا في الطفرة والصحوة في الريبورتنج بتاع الادفيرس دراج رياكشن. هنتعلم how to report the adverse drug reaction بتاعتنا في الفارماكوفيجيلانس سنتر الموجودة على مستوى. قبل ما أبدأ في الفارماكوفيجيلانس ونتكلم على الأورجانيزيشنز بتاعته، عايزين نفهم what to report. إحنا بنعمل reporting ليه؟ الحاجة اللي بنعملها reporting وimportant جدا إن إحنا نعملها reporting أي adverse drug reaction that might be related to medicine أو vaccine أو herbal product أو cosmetics. اي حاجه جانبيه، عرض جانبي شفته على البيشنت بتاعك نتيجه للدرج او الفاكسين او الهيربال برودكت او الكوزموتكس should be reported. طب ايه تاني ممكن نعمله reporting؟ all suspected reactions from new drugs include the mild ones. حاجه اللي بعد كده all serious and unexpected reaction for well known drugs، دي بنعملها reporting. حاجه اللي بعد كده أي increase of the frequency of given reactions، كل دي حاجات إحنا بنعملها reporting. طيب إيه تاني بنعمله reporting؟ أي suspected adverse drug reaction نتيجة جه من interaction ما بين drug food interaction، drug herbal interaction أو أي food supplement interaction should be reported. أي reaction حصل في special population بالذات pregnant woman أو breastfeeding woman، children، elderly، كلهم مهمين جدا ان احطهم في اعتباري واعمل reporting الاعراض الجانبيه اللي ظهرت عليهم. اي suspected adverse drug reaction associated with the drug withdrawal and any situation when you believe that it is need to be reported due to the adverse drug reaction. طيب عايزين نعرف يعني ايه pharmacovigilance وايه الانستيتيوشن اللي بتعمل pharmacovigilance program وازاي اقدر اعمل برنامج للادفيرس دراج رياكشن عندي في الهوسبيتال بتاعتي. الانستيتيوشنال ادفيرس دراج رياكشن بروجرام ده بيكون مونيتورنج بروجرام انا بعمله عشان اعمل ريبورتنج زي ما اتكلمنا لاي ادفيرس دراج رياكشن يحصل عندي. اي كونكرنت دراج ثيرابي مع بعضهم عملوا ادفيرس دراج رياكشن should be reported. لازم يكون عندي في طريقه بعمل بيها ريبورتنج للادفيرس دراج رياكشن وعندي سيرفلنس سيستم بقدر اعرف بعدد الادفيرس دراج رياكشنز اللي حصلت ايه واعمل سيرفلنس ليها واعمل تريسر للدراجز اللي عملت كومن ادفيرس دراج رياكشن واشوف ايه الاسباب. هل مشكله في الدوز؟ هل مشكله في الفريكوانسي؟ هل في ابروبت ديسكونتينيويشن او انكريز او ديكريز دوسج بتاعت الدراج؟ هل في ستيت اوردرز او حاجه حصلت للابوراتوري assessment؟ هل في therapeutic drug level أنا محتاجه؟ كل دي حاجات أنا بحطها عندي في الorganization في البروجرام اللي أنا عامله لازم أكون عامله في المؤسسة بتاعتي للadverse drug reaction. لازم زي ما قلت لحضراتكم في السيشن اللي فات كل البريسكرايبرز، كل الكيرجيفر، كل البيشنت should not be notified regarding suspected adverse drug reaction. لازم يا جماعة نعمل analyze لي والresult بتاعتنا لازم تطلع لي الفيدباك result لازم تطلع كل notifying prescriber. it's an important يا جماعة ان الresult بتاعتنا تطلع ليهم ويعرفوا ايه السبب عشان نتحاشى حدوثه مرة اخرى. the information regarding suspected adverse drug reaction should be reported to the pharmacy for complete data collection.
زي ما قلت لحضراتكم لو احنا استخدمنا سمرايزد ريبورت اللي هو بتاع نموذج الابلاغ، رائع والله جدا، وانا يعني انا عمليا شفت قدامي وتنفذ قدامي في المستشفيات، ممتاز ونتيجته فعاله جدا جدا انك انت تستخدمه، بجد فعلا بيزود الريبورتنج. بس المهم ان انا الصيدلي او ميديكيشن سيفتي اوفيسر او دراج انفورميشن او الشخص اللي هيقدر ان هو ينفذ او هيمسك الداتا كولكشن لازم يجمع الداتا كلها من الميديكال ريكورد بتاع البيشنت. انت معاك النمبر بتاع البيشنت بتاع الفايل بتاعه ميديكال ريكورد نمبر، هتروح تدور وتشوف السبب ايه وتجمع الداتا، محتاج انفورميشن زياده، انت معاك رقم الهاتف بتاع الشخص اللي هو عامل ريبورتنج، معاك الايميل بتاعه، تتواصل معاه وتعرف منه ايه المشكله، هل السايد افكت ده كان نتيجه لايه، هل الدوز كانت شكلها ايه، ايه الهيستوري اللي حصل، ايه suspected adverse reaction اللي ممكن يحصل، كل دي حاجات انا بحطها في اعتباري. المهم ان انت تكمل الداتا كوليكشن بطريقه كامله، وبعدين تعمل داتا فاليديشن وترتب الداتا بتاعتك بشكل صحيح، وبعدين تعمل analysis او analyze للداتا عشان تفهم ايه السبب بتاع الادفيرس رياكشن. كل الحاجات دي خطوات احنا بنعملها في الادفيرس رياكشن بروجرام الموجود في المستشفى. طيب في نقطه مهمه جدا عايزه احطها في اعتباري واحنا بنتعامل مع الادفيرس رياكشن ريبورتنج، اسمها الهاي ريسك بيشنت. الهاي ريسك بيشنت شود بي ايدنتيفايد اند مونيتورد. لو انا عندي في هاي ريسك بيشنت زي بيدياتريك بيشنت، جيرياتريك بيشنت، عندي بيشنت عامل اورجان ترانسبلانتيشن او اورجان فيلير زي الهيباتيك والرينال فيلير، عندي بيشنت بياخد مالتيبل ميديكيشنز وانا شاكك ان في ادفيرس رياكشنز ممكن تحصل عنده كتير، في الحاله دي احنا بنسمي البيشنت هاي ريسك بيشنت، لازم احطه في اعتباري ولازم اعمله مونيتورنج بطريقه فعاله عشان اقدر احافظ عليه من اي ادفيرس دراج رياكشن. نقطه كمان مهمه لازم تحطها في اعتبارك، الهاي ريسك دراج لو انا عندي فيه ادويه هاي ريسك شود بي ايدنتيفايد اند مونيتورد بروبابلي. اكزامبلز للدراج ديت بعض الدراجز اللي بيكون ليها هاي ريسك مهمه جدا زي الامينوجلايكوسايدز، الامفوتيروسين، الانتينيوبلاستيك، الكورتيكوستيرويدز، الجوكسين، الهيبارين، الليدوكاين، الفينيتوين، الثايوفيلين، حاجات الثرامبوليتيك ايجنت والوارفارين، كل دي حاجات هاي ريسك دراج ممكن تديني بوتنشال ادفيرس دراج رياكشن، فلازم اعمل مونيتورنج للبيشنت بصوره فعاله. فمهم انت محدد عندك في الانستيتيوشن بتاعتك الهاي ريسك دراج والهاي ريسك بيشنت والاكشن اللي انت هتاخده مع اي ادفيرس دراج اكشن. نقطه مهمه محتاجين نحطها في اعتبارنا الكوز، اي سبب لادفيرس دراج اكشن. انا لما بيجي لي اي حد يقول لي في سايد افكت من حاجه حصلت بقول له انفستيجيت، بس روح انفستيجيت واعمل داتا كوليكشن بشكل صحيح واعرف الكوز عشان لما تعمل الريبورت وتملاه بشكل صحيح عشان لما تاخد اكشن تاخده بشكل فعال. خليك ليدر في المكان اللي بتشتغل فيه وافهم الكوز بتاع الادفيرس دراج رياكشن عشان تقدر تعمل له ريبورتنج بشكل فعال. النقطه اللي بعد كده امس اوف اساينينج ذا بروبابيلتي اوف ا ريبورتد اور سسبكتد ادفيرس دراج رياكشن. انت عرفت الكوز لازم تعمل زي ما فاكرينها في ال WHO في الاسسمنت الكوز بروبابيلتي كريتيريا، في الاسسمنت كريتيريا لازم اعرف الكوز واعرف البروبابيلتي، هل بتتكرر معايا في قسم معين زي الاي ار مثلا ولا الاي سي يو، ولا ايه مدى تكرارها ومدى تنبؤك بحدوثها عشان تقدر انك انت تمنع تكرار الادفيرس دراج رياكشن دي مره تانية. النقطه اللي بعد كده مثل اوف رانكينج ادفيرس دراج رياكشن والسيفيرتي زي ما شرحنا في السيشن اللي فات، لازم نفهم بالرينج سكيل ونعمل كلاسيفاينج ونعرف السبب بتاعنا ونعرف هل هي بروبابلي نتيجه للدواء ولا ديفينتلي انا متاكد ان الدواء ده هو اللي عمل السايد افكت. فلما اعمل ريبورتنج اعمل ريبورتنج بشكل صحيح، لما اعمل تريسنج واعمل تريندنج. انا دلوقتي والله فعلا احنا مثلا سيبنا حتى في انتي مايكروبيال ستيورشيب احنا بنطبقه دلوقتي بنجمع الانتيبيوتكس اللي عملت ميديكيشن ايرورز، بنجمع الانتيبيوتكس اللي عملت ادفيرس دراج رياكشن. انت طالع في قسم مثلا او بي جايني هتجمع الميديكيشنز اللي ليها علاقه بالادفيرس دراج رياكشن، هتعرف تعمل تريندنج، هتعرف تعمل رانكينج للادفيرس دراج رياكشن بالسيفيريتي اللي عندك وتشوف ايه اكتر سيفيريتي كانت موجوده والسكور كان عالي تقدر تعمل بيها انالايز. فكل دي حاجات اكشنز انت بتاخدها من الكلاسيفيكيشن بتاع الادفيرس دراج رياكشن. اخيرا اتس ان امبورتنت تو ديسكريبت، يبقى عندك complete description للsuspected adverse drug reaction والoutcome اللي حصل من الevent وتعمله documenting في الميديكال ريكورد بتاع البيشنت عشان يكون انت مسجل الشغل بتاعك بشكل صحيح. يبقى انا كadverse drug reaction لازم to understand in a proper way، لازم اعمله classifying in a correct manner، لازم اعرف الكوز، لازم اعرف probability، لازم اعرف اعمله ranking، اشوف الترند بتاعي واعمله report. important ان احنا نحطها في اعتبارنا في الادفيرس دراج رياكشن. زي ما قلت لحضراتكم في نهايه السيشن اللي فات، لو انا عندي سيريس او ان اكسبكتد ادفيرس دراج رياكشن
أدى المشكلة في البيشنت، حصل لا قدر الله دث، حصل لا قدر الله حاجة يعني permanent loss موجود في البيشنت أو permanent damage لحاجة من الأورجنز، لازم بعمل حاجة اسمها root cause analysis وأعمل reporting ليها وأبدأ إن أنا أشكل تيم وأشوف أعمل investigate للسبب ده، لو السبب ده كان نتيجة للاستخدام ولا السبب ده كان نتيجة drug manufacturer، وفي الحالة دي ببدأ أخذ الأكشن بتاعي toward الحاجة دي. الـ adverse drug reaction report should be reviewed and evaluated by designated multidisciplinary committee زي الفارماسي انثروبيوتيك كوميتي، وناخد بيها الاكشن. دلوقتي احنا حتى في الاكريتيشن بتاعت اي هوسبيتال لازم تكون الفارماسي انثروبيوتيك كوميتي تكون اكتنج ممبرز، يعني انا بشوف كل فتره كل ما باجي اقعد في الميتنج عندي في حاجه اسمها بيز لاين اجندا، البيز لاين اجندا دي بيكون فيها الادفيرس دراج رياكشن ريبورتس اللي بيطلع عندي. المفروض ان انا عندي في ميديكيشن سيفتي سب كوميتي، ايذر انت عندك او مش عندك، يو شود ريبورت للبي تي سي كوميتي اللي هي الفارماسي انثروبيوتيك كوميتي الادفيرس دراج رياكشن، وتشوف الترند بتاعتها وتاخد منها الاكشن الصحيح اللي تتعامل بيه مع الايرور. الادفيرس دراج رياكشن ريبورت انفورميشن شود بي ديسيمينيتد تو ذا هيلث كير بروفيشنال ستاف ممبر فور ايدوكيشنال بيربوسز. دي مهمه، انا حصل عندي مشكله من حاجه معينه، لازم تعمل ايدوكيشنال وتشوف ايه الحاجه الترند ديت وتعمل بيها ايدوكيشن. واهم حاجه حطها في اعتباري ان الايدوكيشنال بروجرام ده انا بعمله في المورنينج ميتنج او في الريبورت او في الدسكشن او في النيوزليتر او جراوند راوند او برزنتيشن. خلي بالكم من نقطه مهمه جدا جدا دايما احنا حتى بنسال بيها في كل الانترناشنال اكزامز، امتى اعمل ده وامتى اعمل ده وامتى اعمل ده، امتى تعمل كل واحد من دول يحتمل على الكوز بتاع الميديكيشن ايرور، درجه الافكتنس اللي ممكن تكون موجوده عندك او درجه الافكت اللي ممكن يبان عندك في الاورجانيزيشن، ودرجه الخطوره على حسب الكامب. لو انا عندي الحاجه دي جنرالايزد هعمل حاجه جراوند راوند، لو انا عندي حاجه في قسم معين هروح اعمل ايدوكيشنال في المورنينج ميتنج بتاعهم، لو انا عندي الحاجه دي شود بي تطلع معاها الليجابيلتي ومعاها اوثوريتي من الادمنستريشن هطلعها في ريبورت واوزعه ميمو للناس كلها، لو انا هطلعها كنيوزليتر كحاجه ادكيشنال للناس هطلعها واعمل لها ترانسميشن للناس، وبعد كده ابدا اعمل بيها برزنتيشنز وابدا اعمل بيها جراوند راوند. الاكشن اللي انت بتاخده في الترند اللي بيطلع لك من ادفيرس دراج رياكشن بيعتمد زي ما قلت لحضراتكم على كذا حاجه، القسم هل هو قسم واحد صغير وانا عندي مشكله في الاي سي يو متكرره وملاحظه ان السايد افكت ده عمال يطلع من عندهم، في مشكله في الادمنستريشن بتاع البنك واطلع صيدلي بايدوكيشنال سيشن فوق في البنك في الاي سي يو، طيب انا لقيت عندي مشكله في الاي ار كلها، في مشكله في البريسكرايبنج باترن بتاعتها، في مشكله مثلا في حاجه معينه، في الحاله دي هعمل لهم ايدوكيشنال سيشن. لقيت حاجه هوسبيتال وايد ترند متكرره في كل الاقسام ابدا اعمل هوسبيتال وايد برزنتيشن وابدا ان انا اشوفها. لقيت حاجه في النيرسز ابدا اعمل جراوند راوند. لقيت حاجه محتاجه ان انا اخد اوثوريتي او اوثرايزيشن من ادمنستريشن، في الحاله دي بطلع ميمو او بطلع ريبورت. كل دي حاجات بتساعدني وسائل في ان انقل الفيدباك او ريزلت من ادفيرس دراج رياكشن. من الحاجات المهمه جدا احنا محتاجين نحطها في اعتبارنا، لازم يكون عندي في الاي دي ار تيم او الكوميتي كونسيستنج اوف الفيزيشن والنيرس والكواليتي امبروفمنت ليدر والادمنستريشن والفارماسيست. دي من المهم قوي التيم ده يكون عندي ويكون كوردينيتد، لو انا حصل عندي لا قدر الله سنتنا الايفنت او حاجه مشكله او نير ميس او حاجه محتاجه تو بي انالايز، لازم يكون عندي مالتي ديسيبلينري تيم يعمل لها اناليسيس وياخد الاكشن الصحيح ليها. التيم هو بيكون تشارجنج على انه يعمل ديفايننج للاورجانيزيشن وبروموت الاويرنس للادفيرس دراج رياكشن واستابليشنج الميكانيزم بتاع الريبورت للادفيرس دراج رياكشن، ويعمل اهم حاجه والله يا جماعه بتطلع منها احنا بنطلع منها بكميه دروس فهميه من الريبورتنج وبجد امبورتنت لما تشوف النتائج والترند بتاعنا. ترند يعني ايه؟ يعني حاجه الكومنلي بجد بتبقى مفرحة لما مثلا اندو في 2018 انا كان عندي كذا ايرور، كان عندي السيفيريتي بتاعتهم كذا، عملت ريبورتنج كذا، عندي اكبر مشكله كذا، وقارن السنه اللي قبل كده والسنه اللي بعد كده. مهم انك تراجع الادفيرس دراج رياكشن الباترن والترند وديفلوبنج البريفنتيف والكوركتيف انترفنشنز اللي تساعد انك انت تمنع حدوث الايرور دوت مره ثانيه. احنا نتكلم عن فارماكو فيجيلنس، بس قبل فارماكو فيجيلنس بجد غاية في الأهمية لكل صيدلي انه يتعلم فعلا الامبورتنس بتاعت المونيتورينج دي الادفيرس دراج رياكشن والريبورتنج بروجرام، وان احنا فعلا ندخله في الاورجانيزيشن جوينج كواليتي امبروفمنت اكتيفيتيز، وفعلا اتس ان امبورتنت الحاجه اللي احنا بننادي بيها سواء في الميديكيشن ايرور او الادفيرس دراج رياكشن فيدباك. لازم اقفل اللوب بتاعي بالفيدباك، لازم الدكتور او الهيلث كير بروفيشنال اللي طالب البروسيس يوصل له فيدباك. فاكرين لما كنا بنقول في ميديكيشن ايرور within 24 hours وبعض المؤسسات بتعملها within 3 days لازم يكون طالع له فيدباك، نفس الكلام في الادفيرس دراج رياكشن. once ان انا عملت ريبورت بيتعمل له انالايز زي ما قلنا، بيتعمل الاول داتا كولكشن داتا فاليديشن
اتاكد من الداتا واملى الداتا بتاعتي بشكل صحيح واعمل لها كلاسيفاينج واناليز واخد الاكشن واطلع الفيدباك. ليه؟ عشان الفيدباك ده هو اللي هيساعد الشخص اللي عمل ريبورتنج ده ان الغلط ده ما يتكررش. ده مع الترند طبعا ومع الكلاسترز ومع الباترن بقدر ان اشوف ايه اكتر الحاجات المتكرره، اكتر الاقسام اللي فيها المشكله وابدا اخد الاكشن فيها. هعمل ايديوكيشنال ايفورتس عشان امنع اي ميديكيشن ايرور يجي، هشوف البريسكرايبنج باترن بتاعت الدكاتره، هشوف البيشنت مونيتورنج براكتس، هشوف البيشنت اوتكم. كل دي حاجات بتساعدني عشان احكم على الاوفر اول ادفيرس دراج رياكشن بروجرام الموجود عندي في الانستتيوشن واحسن من البيشنت اوتكم. مهم 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 قبل ما نخش في الorganizations بتاعت الفارماكو فيجيلانس ان نفهم how to report adverse drug reaction in a proper manner، ازاي فعلا احنا نتعامل بشكل صحيح ونعمل reporting adverse drug reaction في institution بتاعتنا، وازاي نفهمه وازاي نوصله بجد. يعني اتمنى ان قدرت في الحبه دول، انا عارفه ان هو بيطول شرحه بس انا حاولت مع الابديتس الجديده ان انا احط لكم احدث الحاجات في الادفيرس دراج رياكشن والسيستم بتاعها وبتاع الادفيرس دراج رياكشن والبروجرام بتاعها. هنتكلم دلوقتي عن حاجتين مهمين جدا، الناشونال والانترناشونال ادفيرس دراج رياكشن ريبورتنج، بجد غايه في الاهميه، مجموعه ريسورسز قيمه جدا اتمنى فعلا انك تستفيد منها. هنتكلم دلوقتي على الناشونال ريبورتنج سيستم للادفيرس دراج رياكشن. انت كصيدلي مشود ريبورت اي ادفيرس دراج رياكشن، هتعمله زي ما قلنا هنجمعها كداتا كولكشن عندنا، وتكون عندنا في الصيدليه في شخص اسايند هو اللي هيمسك الريبورتنج، سواء انت في مصر، سواء انت في السعوديه، سواء انت في الكويت، سواء انت في الامارات، اي مكان انت موجود فيه عندك فيه سنتر ماسك الريبورتنج دوت، هو اللي بيعمل ريبورتنج وبيطلعه بعد كده في الميد ووتش والحاجات اللي موجوده في يونايتد ستيت على مستوى العالم. عندنا في الامارات في عندنا في مركز الوطني للتيقظ الدوائي او مركز اليقظه الدوائيه، ده موجود في وزاره الصحه في ابو ظبي، عاملين فورمات للريبورتنج بيتم من الاهم من كافه المؤسسات، وفي الاخر خالص بنعمل ريبورتنج لمركز التيقظ الموجود في هنا في مصر. مركز الفارماكو فيجيلانس سنتر موجود في القاهره، هو بيعمل ريبورتنج، وعندنا في حاجه شهيره جدا اسمها اليونيفورم، حضرتك بتملاها او حضرتك بتمليها بيكون فيها سايد افكت وبتعملي بيها ريبورتنج، بتجمعيها في الاخر وبتعملي بيها ريبورتنج، من الحاجات القويه جدا اللي بتطلع داتا وبتطلع نيوز ليتر، وبنعرف بيها نعمل تريسنج للموست كومنلي ادفيرس دراج رياكشن. نفس الكلام رائع جدا جدا في المملكه العربيه السعوديه، عندنا هنا في مركز تيقظ تبع سعودي اف دي اي او الهيئه السعوديه للغذاء والدواء، عاملين سنتر كامل للفارماكو فيجيلانس والادفيرس دراج رياكشن، هحط لكم الجايد لاينز والبروسيدور ان شاء الله في المرفقات. عاملين فكره رائعه جدا انا وريتها لحضراتكم اللي هي السمرايزد ريبورتنج كارد، من الحاجات الرائعه جدا اللي زودت عدد الريبورتنج بتاع الادفيرس دراج رياكشن. عاملين حاجه جميله جدا مركز تيقظ، عاملين حاجه زي الكومبيتيشن على مستوى المملكه، كل شهر بيطلعوا احسن مستشفى او احسن قطاع عمل ريبورتنج عليها على سيستم عندهم، واكتر ناس عمل ريبورتنج دي الادفيرس دراج رياكشن بيعملوا لهم سيلبريشن على السوشيال ميديا وعلى تويتر، من الحاجات الفعاله جدا جدا اللي بتبقى ليها اثر فعال ان الويب سايت بتاع مركز تيقظ بيعلن اسم المستشفى اللي ليها اثر كبير وليها اكتيفيتي كويسه من ناحيه السيفتي، بتشجع على ان احنا نعمل ريبورتنج دي الادفيرس دراج رياكشن. عندنا في الكويت فيها الفارماكو فيجيلانس سنتر رائع جدا، حاطين له هاشتاج او حاجه زي اسمه ريبورت مي، ريبورت مي دي من الحاجات الفعاليات الرائعه جدا، ودخلت الكويت تبع ال WHO ومؤسسه اسمها ابصاله هنتكلم عنها كمان شويه، وبيعمل ريبورتنج من خلالها. المقصد ان كل مكان احنا موجودين فيه سواء هو موجود في مصر، موجود في السعوديه، موجود في الامارات، موجود في دبي، انت عندك حاجه سنترال في المكان اللي عندك بتعمل فيها ريبورتنج للادفيرس دراج رياكشن، فإذا أنت كمستشفى بتجمع وفي الآخر خالص بتعمل فيها. في بعض الكوربريت زي مثلا مستشفيات وزارة الصحة بيجمعوا كلهم في مقر وزارة الصحة أو الإدارة، والإدارة هي اللي بتعمل، أو مثلا حاجات القطاع الحرس الوطني القطاعات دي بتجمع هي وفي الآخر بتعمل ريبورتنج للسعودي اف دي اي. في بعض القطاعات بتعمل بنفسها دي، بعض الأماكن زي اليونيفورم بتودي المستشفى كلها بتجمع وبتودي على حسب الطريقة. شوف الطريقة، جمع التجمع ده فيه ميزة جميلة جدا زي اللي بنعمله هنا في السعودي اف دي اي، انه بيعمل كومباريتيف زي ستادي ما بين المستشفيات وبعضها، ويشوف مين اكتر حاجه ريبورتنج بيطلع عليه كل فتره، بتكون ممتازه جدا على الموست كومن سايد افكت والادفيرس دراج اكشن الموجوده عندنا. كل دي ناشونال اورجانيزيشن ممكن بيها نتعرف ونشوف كميه رائعه جدا 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 من الريسورسز اللي ممكن تساعدنا في الفارماكو فيجيلانس. ان شاء الله هحط لكم الروابط كلها تحت في بعد المحاضره، اتمنى ان انتم تشوفوها. هحط لكم كمان نموذج الابلاغ دوت بحيث ان انت ممكن تنزله تستعين بيه وانت في مكان عملك، والجايد لاين والبوليسز كلها اللي ممكن تساعدكم في الريبورتنج. طيب
هو الريبورت رياكشن. مين اللي ممكن يعمل ريبورت؟ هل حد معين؟ الإجابة إن أي حد موجود في المؤسسة الصحية ممكن يعمل reporting adverse drug reaction، سواء الدكتور، سواء الدنتست، سواء الهوسبيتال فارماسيست، سواء الكوميونيتي فارماسيست، سواء النيرس، سواء الميدوايفز، سواء الفارماسيوتيكال كومبانيز، سواء البيشنتس. كتير جدا بيجي لنا بيشنت عندي على الشباك مثلا وانا بصرف لقيت عنده مشكله معينه، بقوم ملي الفورمات لانها تفرق كتير جدا ان تو انفستيجيت ونعرف هل هو بيشتكي من حاجه معينه، هل في دواء تاني ممكن يكون هو اللي عامل اختلاط معاه والبيشنت عنده النوزيا دي مثلا او عنده الابدومينال بين او عنده مشكله. لازم اي شكوى اي حاجه تجي لك اب نورمال اعمل لها ريبورتنج، تروح للميديكيشن سيفتي او دراج انفورميشن او الشخص المسؤول او السوبرفايزر بتاع الاو بي دي او السوبرفايزر بتاع الخاص بتاع الفارماسي، وفي الاخر خالص بيجمعها ويطلع منها الترند الموجود ويعرف هل هي فعلا حاجه فعاله ولا مجرد نوت سيجنيفيكانت رياكشن. وات از يور فارما، وات از يور رول از ا فارماسيست؟ ايه الرول بتاعك؟ الرول بتاعك تو انالايز adverse drug reactions, to identify the drug and patient at high risk to be involved in the اللي هم involved in adverse drug reaction. الحاجة اللي بعد كده development للpolicy والprocedure في للadverse drug reaction monitoring وreporting program. النقطة اللي بعد كده description للresponsibilities والinteractions of pharmacist, physician والnurse، وأهم حاجة risk manager اللي عندي في المؤسسة والother health care professionals. لازم يكون ما بيننا وما بين بعض collaboration عشان في الآخر خالص نتعلم من الخطأ اللي حصل ونعمله مرة أخرى. لازم استخدم الادفيرس دراج رياكشن بروجرام والنتائج اللي طلعت والترند في الادوكيشنال بيربوسز الموجوده عندي في المؤسسه، اعمل ديفلوبنج ومينتنس وايفالويشن للادفيرس دراج ريكوردز الموجوده عندي، واعمل كمان الانفورميشن افهمها بشكل صحيح، واعمل ريبورتنج للسيريوس ادفيرس دراج رياكشن اللي حصلت عندي لو عندي روت كوز اناليسز، البيشنت كونسلنج من الحاجات المهمه، واقدر اعمل ايدنتيفيكيشن بشكل صحيح للادفيرس دراج رياكشن. لو انا اتكلمت مع البيشنت بشكل فعال وسبت البيشنت يتكلم هقدر اعرف لو هو عنده مشكله، في مشكلة في الكمبلاينس، في مشكلة في الاتيرنس، عندي في سايد افكت، عندي في دوز محتاجة بي ادجستد، كل دي حاجات ما لازم احطها في اعتبار. اليلو كارد احنا عندنا هناخده هنا كمثال، عندنا هو ده اللي هنتكلم عنه باستفاضة شوية، زي هو نموذج مركز تيقظ من الحاجات المهمة جدا او من الوسائل الجميلة اللي طلعت زي ما وريت لحضراتكم. فعلا مهم ان انا املاه على حسب المكان اللي انت فيه، في الكويت، في الامارات، في مصر، في السعودية، على حسب المكان اللي انت فيه تدور على الوسيلة اللي انت بتقدر تعمل بيها ريبورتنج، وابدا اعمل ريبورتنج عشان تقدر انك انت توصل الكوميونيتي داتا عن الميديكيشن ونشوف ايه الترند والباترن بتاعه الادويه اللي بتسبب الادفيرس دراج رياكشن. عندنا في بعض الامثله من الادفيرس دراج رياكشنز، الفيجاباترين بيعمل فيجوال سايد افكت، الالنترونيت بيعمل سيفير اوسوفاجيال رياكشن، ده ممكن يكون سايد افكت. كل دي حاجات ممكن مثلا الفارينكسلين ممكن يعمل لي ديبريشن او سويسايدال ايدريشن، كل دي adverse drug reaction. طيب هنعمل reporting adverse drug reaction. انا كل ده بتكلم لسه على national level، بس انا حبيت احط لحضراتكم بعض الريسورس اللي احنا ممكن نلاقي فيها معلومات عن adverse drug reaction وتسهل علينا. من ضمن الحاجات المهمة جدا البريتش ناشونال فورمولاري اللي هو PNF، من السمرز او من الاماكن الرائعة جدا ممكن اخد بيها معلومات عن الادفيرس دراج رياكشن. عندي في بعض الاس بي اس بيديني سمري للبرودكت كاركترستكس، عندي في مارتن ديل، عندي الاي اتش اف اس دراج انفورميشن، عندي ميلر وسايد افكت للدراجز، كل دي حاجات او ريسورسز ممكن احصل بيها على الادفيرس دراج رياكشن انفورميشن. عندي فيه كمان الميكروميديكس في الادفيرس دراج رياكشن خاصه يعني سيكشن فيها ممتاز جدا، عندي الميدلاين، عندي الدراج سيفتي ابديتس، عندي الادفيرس دراج رياكشن بوليتن، عندي فيه لي تكست بوك في الادفيرس دراج رياكشن، وعندي فيه ديفيس تكست بوك في الادفيرس دراج رياكشن. كل دي ريسورسز مهمه ممكن الاقيها والاقي فيها معلومات كثيره عن الادفيرس دراج رياكشن. طيب احنا اتكلمنا على ناشونال ليفل، اتكلمنا على الدور بتاعنا، اتكلمنا فين الاقي معلومات عن الادفيرس دراج رياكشن. انا عايزه اطلع شويه للمجال الاكبر في نهايه المحاضره النهارده، هو الانترناشنال ريبورتنج سيستم للادفيرس دراج رياكشن. فاكرين لما اتكلمنا عن مصر ونموذج بتاع الامارات ونموذج بتاع السعوديه ونموذج بتاع الكويت، كل دي حاجات ناشونال، انا في المكان بتاعي بجمع وفي الاخر خالص بشوف الناشونال سنتر الموجود عندي وابدا اديله المعلومات، او انا اعمل سبمشن ايذر على حسب النظام بتاعي. في ناس بتعملها اون تايم، في ناس بتعملها مانثلي، في ناس بتعملها كوارترلي، في ناس بتودي الاداره والاداره هي اللي ترفع لهم على حسب السيستم اللي انت موجود في المكان اللي انت بتشتغل فيه. تعالوا بقى دلوقتي نطلع بالسكوب بتاعنا فوق شويه ونشوف الانترناشونال ريبورتنج.
تعريف الفارماكوفيجيلانس يعني ايه الفارماكوفيجيلانس؟ الفارماكوفيجيلانس is defined as a science and activities relating to the detection والassessment والunderstanding والprevention للadverse effects. مهم نعمل detection والassessment والunderstanding والprevention للadverse effect or any other drug related problems. الفارماكوفيجيلانس it is not policing of medicine, it is looking for him mother of the medicine. دي مهمة جدا ان انا مش هو البوليسي بتاعت الميديسن ولكن هو الحاجة اللي بتبحث او بتنظر على الميديسن وتشوف هل هو الميديسن ده او الدواء بتاعي دوت هيسبب لي سايد افكت معين في مشكلة محتاجة اعمل لها assessment و understanding واقدر ان انا افهمها بشكل صحيح عشان امنع اي adverse effect related to drug. طيب ايه الاوبجكتيفز الرئيسي من الفارماكوفيجيلانس؟ ثلاث حاجات مهمين هنتكلم عنهم، اتمنى ان انتم النهارده تطلعوا بيهم وتحفظوهم في السيشن. اول حاجه preventing harm from the adverse reaction in the human that arising from the use of authorized medicinal. انا عندي في دواء authorized في المؤسسه، تخيلين دواء approved في formulary هو authorized وانا بستخدمه والدواء ده اداني harming، فلازم انا احاول افهم الهارم ده كان intended ولا predictable ولا unpredictable، وهل نتيجة wrong use ولا لا، وهل هو time relating ولا لا، ولا هو withdrawal. لازم افهم نوع الغلط اللي عندي اللي حصل في الدواء ده، ولازم افهم how to prevent الهارم ده. دي من الobjectives بتاعت الفارماكوفيجيلانس. الحاجة التانية products within or outside the term of marketing authorization or form occupational exposure. أنا تعرضت لبرودكت معين، البرودكت ده حصل occupational exposure لي وهو كان السبب في adverse drug reaction. فدي من الحاجات المهمة التي أفهم سبب الإكسبوجر وسبب الخطأ اللي حصل عندي. الحاجة الأخيرة promoting the safe and the effective use of medicinal product، أتأكد أنه بيستخدم بطريقة safe وطريقة آمنة على المريض بتاعي، and provide timely information about the safety of medicinal product to the patient will health care professionals and to the public. يبقى المين objective من الفارماكوفيجيلانس وتعريف الفارماكوفيجيلانس هو علم الهدف الرئيسي منه انه يعمل detection وassessment وunderstanding وprevention لاي adverse effect ممكن يحصل. لما افهم التعريف بتاعه واعرف ان هو بس بيدور على انه يحفظ لي او يعمل prevention لاي adverse effect او اي drug related problems، ده في الحاله دي هيخليني اعرف اتعامل معاه بشكل صحيح. لما افهم الاوبجكتيفز ان انا عايز امنع اي هارم واي ادفيرس ايفكت او اي ايرورز ممكن يحصل، مش ايرورز او اي بريدكتابل او ان بريدكتابل حاجه حصلت للبيشنت نتيجه لاستخدام الدواء، واعمل بروموت للسيفتي والسيف والافكتيف يوز اوف ميديكيشن، كل ده هيخليني افهم اكتر مفهوم الفارماكوفيجيلانس واهميه الريبورتنج بتاع الفارماكوفيجيلانس. في عندي WHO program من Global Drug Monitoring تبع مركز أوبسالا. أوبسالا ده أحد زي اتكلمت عنه في المحاضرة اللي فاتت، عايز أتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. أوبسالا عامل program دوت اللي هو Monitoring Center الموجود في سويسرا، هو عامل حاجة زي collaboration مع WHO منظمة الصحة العالمية، هحط لكم الرابط بتاعه تحت في المرفقات. عامل program for International Drug Monitoring، جميل جدا تحط الدواء تشوف الحاجات اللي موجودة عنه وتعمل reporting فيه. ده اللي فيه وزارة الصحة في الكويت عاملة تعاقد معايا ومع الـ WHO كريبورتنج وكمونيتورنج للميديكيشنز، وعاملين مجموعة حلوة جدا من الإدوكيشن والترينينج والفارماكوفيجيلانس. وإحنا كمان في فاتك إن شاء الله برنامج الفارماكوفيجيلانس لونش قريب، بجد هيفرق كتير جدا إن تو أندرستان كل حاجة عن الفارماكوفيجيلانس من أول الهيستوري، من أول البيزكس، من أول الريبورتنج. هيفيد بإيه الشركات، إزاي شركات الأدوية بتتعامل مع فارماكوفيجيلانس، وإزاي المستشفيات بتتعامل مع فارماكوفيجيلانس، وإزاي بيتعمل ريبورتنج وأهمية الريبورتنج، والريبورتنج بيوصل فين، والسايد إفكت لما بنجمعها في الفيروس بنجمعها فين. كل دي حاجات احنا محتاجين احنا نتعلمها ونعرفها عشان نعرف السايكل بتاعة الأدفيرس دراج رياكشن ريبورتنج وأهمية الفارماكوفيجيلانس. وبصرا من المواقع رائعه جدا، هسيب لكم الرابط بتاعه في المرفقات لو حابب انك تطلع عليه، فيه معلومات ممكن تستفيد منها. عندي فيه الميد دي ار اي كودنج فور ادفيرس دراج رياكشن، الميديكال ديكشنري للريجوليتري اكتيفيتيز ترمينولوجي ووز ديفلوبد تو هيلب تو ستاندردايز and streamline communication and medical information ما بين regulators والpharmaceutical companies. من الحاجات المهمة جدا، وويب سايت حلو جدا فيه regulatory activities كلها اللي خاصة ب
الكوميونيكيشن ما بين الميديكال انفورميشن وما بين الفارماسيوتيكال كومبانيز. هسيب لكم الرابط بتاعته في المرفقات، ممكن انك انت تطلع عليه، اسمه الميد دي ار اي، والرابط بتاعه موجود. في عندي كمان الفي جي بيز، الفي جي بيز ده يونيك دبليو اتش او جلوبال داتابيز تبع الدبليو اتش او فور انديفيديوال كيس سيفتي ريبورت. ده بيتعمل فيه individual case safety report، وهو largest database الموجودة في world wide، فيها حوالي 15 مليون report من adverse drug reaction، ومن كان بدأ سنة 1968 على مجموعة من companies في WHO program لل international drug monitoring، اسمه ال VIGI base. بتاعكم ان شاء الله في المرفقات is continuously updated with incoming reports along with data management and the quality assurance tool. The VIGI-based system is linked to medical and the drug classification, the WHO-ART, والMED-DRA, والWHO-ICD, والWHO drugs بتاع أبصالة، وبيجمع منهم الريبورت كلها. شوفوا كل واحد بيحط للتاني، كل واحد بيحط للتاني عشان ندي international database، نقدر نعرف ايه most common side effect، نعمل reporting للcompanies، نوقف الدواء، هنزود دواء تاني، هنعمل، يبدأ ياخد action globally في adverse drug reaction. This classification enable structured data entry زي ما قلت لحضراتكم، retrieval للداتا، يبقى عندي فيه analysis للداتا على different levels في كذا country، واقدر اخد اعمل precision، واقدر اخد aggregated decision. مهم جدا وvital جدا وeffective جدا جدا على accurate analysis في الداتا اللي ليها علاقة بأي medication. البيز فعلا من اللارجست داتابيز زي ما قلت لحضرتك، في 15 مليون ريبورت، واعتقد زادوا دلوقتي في الفتره الاخرانيه. فانا كل ما بجمع الداتا بجمعها جلوبالي عشان اخد اكشن فيها، واقدر اخد قرار يتناسب مع مصلحه العيان اللي معايا. الفيجي اكسس دوت هو عباره عن بابليك اكسس تو اوفر فيو ستاتستكس فروم فيجي بيس، ممكن لو حد عايز يطلع عليه، وهو بتلاقيه كولابريتد مع ابصاله برضو مونيتورنج سيرفيس، هسيب لكم برضو هسيب لكم الرابط بتاعه لو انت عايز تعمل تشوف تعمل مونيتورنج للستاتستكس اللي طالعه من الفيجي بيس، بتلاقيها من خلال الفيجي اكسس. له سيرش انترفيس تقدر تكتب فيه على سبيل المثال الايزو 39، وتشوف الداتا اللي طالعه من الستاتستكس بتاعته والاكشنز اللي اتاخدت. فاحنا عندنا كمان مش فيجي بيس بيجمعه بس، ولكن فيجي اكسس تقدر تشوف بيه المعلومات وتشوف او ايه النتيجه، او لو عندي دواء معين ايه الحاجه الانترناشونال او جلوبالي اللي كانت ريليتد للدواء ده. To sum up, الكونكلوجن النهائي، احنا كل ده بنعمله ليه؟ عشان مصلحة العيان. Patient safety is the first priority، سواء في medication error، سواء في adverse drug reaction. زي ما قلت لحضراتكم في البداية خالص، عندنا الأمبريلا الكبيرة essential safety requirement لازم تكون موجودة في كل صيدلية، ان احنا يكون عندنا في system يكون منظم لreporting بتاع adverse drug reaction. كل صيدلي، انت clinical، انت dispensing، انت community، كل صيدلي لازم يكون فاهم how to report the medication error، تعامل معها بشكل صح، ما تعملهاش وتخبي، لا طلعها وفهمها وتعلم منها. روح لادفيرس دوج ريأكشن، اعمله كلاسيفاي وتعلمه واعمله انالايز وافهم الحاجه اللي منه. وانت في كلا الاحوال، انت في مكانك اعمل ريبورتنج للي بعدك، اعمل ريبورتنج اللي بعدك لغايه ما نجمع جلوبالي في المكان عندنا، ومنها نجمع في النهايه خالص في الفارماكوفيجيلانس سنتر. في ابديتد وذ كل الفارماكو فيجنس ريسورسز، هحاول اسيب لكم مكتبه رائعه من الريسورسز تحت المحاضره ابديتد لسه، بحيث ان انت تقدر ان انت تخش عليها وتطلع عليها وتفهم different resources وreporting conditions المختلفه للفارماكو فيجنس. You should know all pharmaco vigilance center either الناشنال والانترناشنال ليفل، عشان تقدر تتعلم منهم وتاخد المعلومات منهم وتفهم السايكل حواليك شكلها ايه، عشان في النهايه خالص ناخد قرار يكون ستراكشر ديزيشن نتيجه للاجريجيت داتا والستاتستيكال داتا، ونعرف ناخد قرار صحيح في الميديكيشنز اللي معانا على حسب البوليسي، على حسب الاورجنايزيشن بتاعتك. انت عندك سيستم، ايضا انت تبع وزاره الصحه، ايضا تبع جامعه، ايضا تبع مستشفى معينة أو قطاع معين، هتعمل ريبورتينج. أنت في مكانك اعمل ريبورتينج للحاجة اللي معاك، طلعها على ميديكيشن سيفتي أوفيسر أو دراج انفورميشن أو وات إيفر الهيد أوف فارماسي ديبارتمنت، على حسب أنت النظام عندك إيه والسيستم عندك إيه. وبعدين بعد ما تعمل ريبورتينج ليها، هو هيطلعها على جلوبالي في المكان اللي فيه، لو أنت في مصر، لو أنت في السعودية، لو أنت في الإمارات، لو أنت في الكويت، لو أنت في أي مكان أنت بتشتغل فيه، هتلاقي فيه السنتر اللي عندك. زي ما شفنا هنا حاجات الناشونال والإنترناشونال، تابعها ويعرف احدث المعلومات اللي اتحطت فيها، عشان فعلا تبقى فاهم ازاي تتعامل in a safe and effective manner مع الادفيرس دراج رياكشن.
اتمنى ان انا ما اكونش طولته عليك، وانا زي عارفه زي ما قلت لحضراتكم البرنامج ده بياخد اوقات كتيره جدا في شرحه، حاولت ان انا اختصر الحاجات المهمه ريليتد للكلينيكال براكتس اللي هتفيد اي دراج انفورميشن فارماسيست تو بي ا ليدر انت يور ورك بليس. يو شود بي ان افكتيف ليدر عشان تقدر تتعامل بشكل فعال مع اي معلومات، لان انت اكيد في وقت من الاوقات هتبقى عايز تصور على معلومه تطلعها من الريسورس المختلفه تقدر تستخدمها ان سيف مانر ان افكتيف مانر عشان تقدر تحافظ على المريض اللي بين ايديك. اتمنى في النهايه ان انا اكون قدرت اوصل فعلا المعنى الرئيسي للميديكيشن ايرور ميديكيشن مس ادفنتشر اللي تحتيها الميديكيشن ايرورز والادفستر رياكشن والفارماكوفيجيلانس. ان شاء الله نستكمل مع بعض بقيه السيشن في برنامج دراج انفورميشن. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فادك The lifelong learning never stops.